السيدات والسادة الحضور، تجمعنا اليوم يعد دلالة على نجاح مصر في تدشين أول منصة أعمال مستدامة خاصة بتطوير القطاع الصحي في قارة إفريقيا، وتنسيق حوار قاري فعال لتبادل الخبرات والمعلومات للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز القطاع الصحي في القارة. الآن مع كلمة معالي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، فليتفضل معاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، الحضور الكرام، اسمح لي في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لسيد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية على الحقيقة تنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثالثة، ومن المشاركة مع القارة السمراء في مجال تنمية الصحة والرفاه. اسمح لي دولة الرئيس أن أستعرض على عجالة في ضوء الوقت المتاح ما يتم داخل مصر من خطوات خاصة بالتنفيذ استراتيجية الصحة في المرحلة الماضية والقادمة، وإن شاء الله يعني تماشياً مع التوجهات الدولية في كل المجالات الخاصة بالرقمنة. ما في شك أن الثورة الصناعية والرعاية الصحية غيرت شكل الخدمات الصحية بشكل كبير جداً على مدار قرون، يمكن بداية من القرن 17 عند بداية الثورة الصناعية الأولى لحد الثورة الصناعية الخامسة اللي احنا في صددها الآن، وهي التي تعتمد على الماس كوميونيكيشن والماس كاستمايزيشن، تعتمد على يعني التفاعل ما بين الآلة وما بين الإنسان، عكس ما كان هو متوقع في الثورة الصناعية الرابعة التي كانت تتوقع أن يكون هناك استبدال للإنسان باستخدام الآلة. في نفس التوقيت حصل تطور كبير في مجال الصحة أيضاً، حتى وصلنا إلى ما يطلق عليه الثورة الصناعية في مجال الصحة أو Healthcare 5.0. وفي هذه الحقبة من التطوير طبقاً للثورات الصناعية الخمسة، هي بتعتمد بشكل كبير على Personalization أو ما يطلق عليه الطب التخصصي والطب الشخصي. هذه الخدمات التي باتت الآن مطبقة في كثير من دول العالم ولم تكن مستقبلاً يعني ننتظرها، هي تعتمد على التقنيات الحديثة في التيلي ميديسن، في الفيرتشوال رياليتي والفيرتشوال اند اوجمانتد رياليتي والفيرتشوال توينينج و3 دي برينتينج اوف اورجنز، الطباعة الثلاثية والطب الدقيق والطب الشخصي والمستشفيات الافتراضية والتشخيص عن بعد والعلاج عن بعد، كل هذه تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات المستقبل. لكن علشان ده يكون موجود لابد أن يكون هناك بنية تحتية معلوماتية قوية جداً تتبناها الدولة المصرية متمثلة في مراكز بيانات، وأتصور كلنا نتذكر ما تم من خلال مراكز البيانات التي تم افتتاحها من خلال سيادة الرئيس من حوالي أسبوعين، وهي مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتيح للدولة المصرية استيعاب كافة البيانات الخاصة بالمرضى والمسوحات، وتستطيع أيضاً من خلال التطبيقات أن يتم استخدام كل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة من خلال هذه، حتى يستطيع صانع القرار أن يتخذ قرارات خاصة ببناء مستشفيات في أماكن ما أو تخصصات في أماكن أخرى. فإذاً هذه القاعدة الكبيرة من البيانات لابد من استغلالها، ومصر تمتلك من خلال يعني الـ 100 مليون صحة أو المبادرات الرئاسية أو مبادرات الصحة العامة كم من البيانات تتيح لنا تحليل هذه البيانات حتى نستطيع أن نتوقف عند تقديم خدمات صحية من خلال هذا التحليل. ولكن العالم يتجه إلى تقييم الأداء الصحي من خلال مؤشرات أو الهيلث إنديكيتورز، والخدمات تقاس في أي دولة من خلال السهولة للوصول لهذه الخدمات، يعني بالضرورة المواطن الذي يعيش في أقصى الصعيد له الحق أن يصل إلى خدمات متكاملة مثل المواطن الذي يعيش في العواصم الكبرى زي القاهرة أو الجيزة أو اسكندرية، وبالتالي الوصول أو الأكسس تو هيلث كير ده شيء مهم جدا. في نفس التوقيت الخدمات الوقائية لا تقل أهمية عن الخدمات العلاجية، فإحنا بننتقل من العلاج إلى الوقاية إلى التوقع،
from treatment to prevention to prediction. ده معناه أن الاعتماد الموازنات في الدول التي تريد أن ترتقي بالخدمات الصحية لابد أن يكون هناك جزء كبير مبني على الخدمات الوقائية. From treatment to prevention to prediction وهو ما تبنته وزارة الصحة عبر السنوات الماضية من خلال زملائنا اللي بدأوا هذه المسيرة سواء في المحور العلاجي أو المحور الوقائي أو المحور التنبؤي. إحنا عملنا إيه كدولة في الثلاث محاور الرئيسية اللي هم بيتمثل فيهم الاهتمام بالجودة البيئية، اهتمام بمنع تعاطي المخدرات والصحة الإنجابية، التغذية والنشاطات المتعلقة بالصحة المدرسية المتعلقة بسوء التغذية. كل دي تاخدنا إلى المحاور المختلفة اللي الدولة المصرية تبنتها في خلال الفترة اللي فاتت. لو رحنا للمحور العلاجي هنلاقي أن الدولة من خلال السنوات القليلة الماضية تبنت مشاريع ضخمة جدا للإتاحة ولتقديم خدمات صحية متميزة في كل محافظات مصر. أنا هنا بتكلم على ما يقرب من 1214 مشروع بتكلفة قربت من 145 مليار جنيه. ما سبناش محافظة ما حطناش فيها خدمات طبية. يمكن المشوار طويل وليست بالضرورة أن احنا وصلنا إلى منتهى المشوار، ولكن هناك خطة مبنية على احتياجات فعلية واحتياجات مبنية على منظومة التأمين الصحي الشامل الذي بدأت في 5 أو 6 محافظات وفي طريقها إلى أيضاً 6 محافظات في المرحلة الثانية. وده بيتم التوافق ويتم متابعة من سيادة الرئيس ومن دولة رئيس مجلس الوزراء من اجتماعات دورية حتى نطمئن على استمرارية واستدامة مشروع التأمين الصحي. يبقى إذن احنا نعمل في مشاريع في كافة محافظات مصر، وفي نفس التوقيت نستعد في كل محافظات مصر إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تكلفت في مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه وتتكلف في مرحلة الثانية حوالي 86 مليار جنيه. أنا بتكلم على محافظات المرحلة الأولى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، وبنتكلم على أيضا الأقصر وأسوان، والمرحلة الثانية إن شاء الله كفر الشيخ ودمياط والمنيا وشمال سيناء ومرسى مطروح. عمل كبير جدا عشان نستطيع أن احنا نؤهل المنظومة الصحية لاستقبال منظومة التأمين الصحي. لكن تاني ده متعلق بمحور العلاج، يعني بنوفر الأماكن المؤهلة والكوادر المؤهلة لتقديم خدمات علاجية. لو رحنا لمنظومة التأمين الصحي القائمة وليست الجديدة هنلاقي أن أيضاً مش سايبينها لأنها بتغطي ما يقرب من 69 مليون مواطن أو منتفع. بدأت في 2014 ب 54 مليون مواطن والنهاردة وصلنا ل 69 مليون مواطن. بنتكلم على تكلفة سنوية ما يقرب من 57 مليار جنيه بيتم صرفها على أكثر من 2.5 مليون مواطن. إجمالي التكلفة بس في الفترة العشر سنوات الماضية تعدت 240 مليار جنيه، وهذه هي منظومة مستقرة منذ الستينات ولكن مؤهلة طبعا مع المنظومة الجديدة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أنها تبدأ في يعني استبدال أو تبدأ في الدخول في المحافظات تباعا. في نفس ملف العلاج الدولة اعتنت أيضا بالعلاج على نفقة الدولة واستفاد في خلال عام 24 فقط 3.5 مليون قرار، واستفاد منهم 2.2 مليون مواطن بتكلفة قربت من 19 مليار جنيه. وفي خلال العشر سنوات احنا بنتكلم على أكثر من 100 مليار جنيه. ال 32 مليون قرار اللي هم بشكل شهري وبشكل سنوي هم دول اللي بيقدروا يغطوا الفرق ما بين المؤمن عليهم من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المرضى الغير قادرين الذين يستحقون القرارات العلاج عن نفقة الدولة. في نفس التوقيت أيضا تبنت الدولة مشروع قوائم الانتظار لأكثر من 11 تخصص كبير في جراحات دقيقة، استفاد منهم 2.2 مليون مواطن ب 19 مليار جنيه في خلال فترة من 2019-2020 إلى الآن، ومستمرين على قوائم الانتظار حتى نستطيع أن احنا نخفف العبء عن المرضى وتقديم خدمات صحية متقدمة ودقيقة لكثير من المرضى من خلال قوائم الانتظار ونفقة الدولة. لكن إذا انتقلنا للمحور الثاني وهو محور الوقاية أو البريفنشن، اللي زي ما قلنا معظم الدول طبقا للتوصيات العالمية أن يكون اهتمام في الموازنات زي موازنات العلاج، موازنات المهتمية بالوقاية.
وهنا هتكلم على ما يطلق عليه المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة أو مبادرات الصحة العامة اللي تبناها سيادة الرئيس الحقيقة منذ 2014 إلى الآن، وهي بتاخد رحلة الإنسان المصري من الزواج إلى الشيخوخة. في من خلال هذه الرحلة التي نستطيع أن احنا نقول 92 مليون مواطن استفاد منها ب 141 مليون خدمة كلفت إلى الآن أكثر من 32 مليار جنيه، ممكن بالنسبة للموازنة العامة لوزارة الصحة اللي هي كانت في 2014 42 مليار، والنهاردة بنتكلم بدعم من الحكومة والدولة أننا وصلنا ل 319 مليار جنيه، احنا مخصصين جزء كبير منها لمحور الوقاية، علشان يعني يقينا أن محور الوقاية كل جنيه بيتصرف في الوقاية هو بيوفر كم كبير جدا من الموازنة عند اكتشاف مبكر وعلاج مبكر لكثير من الأمراض. لو احنا رحنا للمحور ده وشفنا ايه كم العمل اللي بيتم من خلال كشف المقبلين على الزواج او صحة الجنين او صحة الام او المراهقين او الصحة النفسية، يعني كثير من المبادرات ما يطلق عليها 100 مليون صحة اللي هي قدرت الحقيقة يعني تعمل فرق كبير جدا في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وطبعا يعني درة التاج في هذا الموضوع هو في محور الوقاية هو الكشف المبكر وعلاج المرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، اللي هو يعني من إجراء 63 مليون مسح استفاد من بعد هذا المسح لاكتشاف مرضى تم علاجهم 4.1 مليون مريض، عشان نقدر ان احنا نصل الى نسبة شفاء بتوطين صناعة الدواء المعني بالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي، حتى تعلن مصر من قبل منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم حاصلة على شهادة او الإشهاد الذهبي لهذا القضاء. انا بقول مثل ان ازاي الاهتمام بالطب الوقائي او الصحة الوقائية، طبعا اشكال الطب الوقائي كثيرة ليست فقط في مبادرات الصحة، لكن حدي مثال بسيط على منظومة التطعيمات في مصر على سبيل المثال اللي بتغطي ما يقرب من 98 من كافة المستحقين للتطعيمات، كل ده أمثلة للوقاية نستطيع أن احنا يعني نفتخر بها. كمثال آخر، أنا مش هقدر أقول كل الـ 14 مبادرة للصحة العامة اللي تبنيتها مصر تحت بند الوقاية، لكن هتكلم على مثلا الأسباب الأمراض والوفيات بالأمراض الأورام السرطانية في مصر، واحنا تبنينا مبادرة يعني حققنا فيها نجاحات كبيرة جدا زي مبادرة سرطان الثدي بمسوحات ملايين المسوحات فيما هو فوق 18 سنة إلى أعلى، لكن أيضا سرطان الكبد وسرطان الرئة وسرطان القولون والبروستاتا وعنق الرحم والسرطانات الخاصة بالكبد، طبعا لأنها في بعض الحالات الناتجة عن الإصابات من التهاب الفيروس الكبدي في الماضي بقت تعاني، الحمد لله ما بقاش عندنا حالات جديدة، لكن لازلنا معنيين بعلاج المرضى اللي هم ترتبت على وجودهم التهابات أو وصولهم إلى هيباتوسيلولار كارسينوما أو أورام في الكبد نتيجة الإصابة بالفيروسات الكبدية منذ زمن طويل. ولكن مؤشرات الأداء لازم تتماشى مع النتائج، ومن هنا الحقيقة احنا طبقا المؤشرات العالمية احنا بنشوف متوقع أو نسبة البقاء على قيد الحياة ارتفعت معدلات الحياة في مصر إلى ما يقرب من 70 سنة في الذكور وحوالي 73 أو 74 سنة في الإناث، وده دليل على خدمات صحية مقدمة، لأن طبعا كل ما بتتقدم الخدمات الوقائية والخدمات الصحية ده بيؤثر على وفيات الأطفال ووفيات الأمهات، وأيضا على المؤشرات الخاصة بسوء التغذية من الأنيميا والتقزم والسمنة بعد ما عملنا المبادرة الكبيرة عشان نقدر نتابع الأثار الخاصة بعمل المبادرة ونقدر نحن نطمئن نزول بالمعدلات أو المؤشرات لقياس الأداء النظام الصحي. إذا رحنا لمشروع في المحور الأخير وهو المحور التنبؤي اللي هو بنتكلم عليه prediction، يبقى إذن الدول ممكن تعالج مرضى ولكن الأفضل أنها تكتشف المرض قبل حدوثه أو قبل وصوله إلى مراحل متأخرة، وهو ما يطلق عليه الوقاية من المرض إذا أمكن، وده يعني تقاس الدول المتقدمة بهذا القدر من العمل. ولكن الجديد في هذا الموضوع هو أيضا استخدام المحور التنبؤي وهو prediction، ومن هنا الحقيقة سيادة الرئيس من أكثر من 3 سنوات تبنى وصدق على مشروع الإيجيبشن جينوم، وهو رسم خريطة جينية للمصريين
وده كان بالتعاون مع يعني جهات كثيرة من القوات المسلحة ومن وزارة التعليم العالي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي وطبعا مركز الطب التجددي أكرم وكثير من الجهات المتميزة جدا في هذا الموضوع. وهو ببساطة هو لوضع خريطة جينية مرجعية للمصريين حتى نستطيع أن من خلال رسم هذه الخريطة المرجعية أن يتم دراسة بعض الأمراض الندرة والأمراض الوراثية والأمراض المنتشرة بين المصريين. وكل ده بياخدنا إلى ما يطلق عليه الطب الشخصي أو الطب التجددي اللي هو مستقبل العالم في المرحلة القادمة. رسم الخريطة احنا يمكن في هذا المشروع الضخم مع زميلنا المنفذين من أكرم هم أيضا بنشتغل على جينوم لمرجعي لقدماء المصريين، وده يمكن هيبقى أول يعني بحث على مستوى العالم يعني يعود لتحليل الجينات الخاصة بالمصريين. بنتكلم على الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأورام حتى يعني نغوص في الأسباب الحقيقية لبعض الأمراض التي يمكن أن ينتج عنها عوامل جينية مؤثرة تستطيع من خلالها اكتشاف أدوية تكون مخصصة وتكون مرجعية للمصريين الذين ليس بالضرورة أن تكون الأمراض منتشرة. هذه هي المحاور الثلاثة اللي تبنتها وزارة الصحة سواء على المستوى العلاجي أو مستوى الاهتمام بالوقاية أو الاهتمام بمرحلة التنبؤ والتوقع حتى نستطيع أن احنا نتواكب مع الدراسات العالمية. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع. It's a